اهلا بيكم معنا في موقع اوكازيون وعوده للزمن الجميل، راديو من الطراز القديم حصريا على موقع اوكازيون دوت كوم. قبل ما نبدا الفيديو لايك سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. راديو الجلون، الشكل القديم الجميل التراثي. افضل راديو وافضل ماركه دلوقتي في السوق هي الجلون، اثبتت نفسها في السوق. ولكن النهارده معانا بالشكل القديم التراثي الجميل ده، ولكن بمميزات 2021، وهي فلاشه وكارت ميموري وكشاف ليد. كمان المميز معانا في الراديو بتاعنا النهارده انه بيشتغل كهرباء، وكمان بيشتغل ببطاريات، يعني ممكن تشغله ببطاريات او حجاره من الكبيره لو انت حبيت تستخدمه بره البيت. الراديو معانا النهارده بيجيب اشاره من تحت الارض، ماركه جلون دي تشتريها وانت مطمن. لو انت عايز راديو تستخدمه في البيت تشغل عليه اذاعه القران الكريم او تسمع عليه الاخبار او الكلام ده كله، الراديو ده ممتاز جدا. ده شكل الراديو على الطبيعه، ودي المميزات بتاعته. اف ام واي ام وام بي 3، بيشغل ام بي 3 عادي اي كارت ميموري يعني او يو اس بي، طبعا في يو اس بي، وكمان في كارت ميموري وكشاف. دي كده كل المميزات اللي فيه، وشكله طبعا الخرافي الجميل، وان هو بيجيب شبكه من تحت الارض. زي ما قلنا بيشتغل بالوصله اللي بتيجي معاه، وهي وصله سلك زي بتاعت الراديوهات بتاعت زمان اللي كلنا فاكرينها، موجوده كمان لو باظت منك عند اي كهربائي وسعرها رخيص جدا. وصلتها بالشكل ده كده خلاص اشتغل كهرباء دايركت. الناس اللي بتحب الراديوهات اللي بتشتغل بالكهرباء مباشر على طول توصلها في الفيشه عادي مفيش اي مشكله. وكمان لو انت بره البيت زي ما قلنا حبيت تشغله بحجاره بتشتغل معاك، والحجاره بتاعته موجوده ومتوفره عند اي حد. كمان الراديو لو انت مش حابب تشغله بكهرباء دايركت كده بالفيشه دي، رغم ان انا شايف انها اسهل وارخص حاجه، عندك هنا كمان مدخل ترانس او ادابتر بيشتغل ب 6 فولت او 4 فولت. يعني لو معاك الادابتر بتوصله اللي هو بيبقى فيه التحكمات ده، طبعا ده لو انت حابب ان انت تشغله بالادابتر ومش عايز تشغل بالوصله، بس انا شايف ان دي اسهل. ولكن دي ميزه موجوده فيه وحاجه كويسه جدا، يعني عندك ثلاث طرق لتشغيل الراديو، الفيشه العاديه اللي احنا اتكلمنا عنها والترانس وزي ما قلنا الحجاره. تعال نجرب مع بعض صوته ونشوف امكانياته ايه. اول حاجه هنعملها ان احنا هنظبط الاي ام هنا او الاف ام. اول زرار على الشمال ده ان انت بتشغل وفي نفس الوقت الفوليوم، يعني بتشغل وتقفل منه زي الراديوهات القديمه خالص. وده التغيير المحطات ثابت في كل انواع الاي ام والاي اف ام والاس دبليو. وده زرار الكشاف كده، الكشاف اشتغل وهوريكم اضاءه الكشاف. ودي الميديا لو انت مشغل فلاشه عايز توقف او تشغل، عايز تجيب الاغنيه اللي بعد كده او اللي قبل كده. تمام، تعال نجرب مع بعض نشغل الراديو ونشوف من غير ما نشغل الاريال ولا اي حاجه اشارته هتبقى عامله ازاي كمان في الاي ام، اللي نادر لما الراديوهات تكون بتجيب الاي ام معانا. سمعت التكه؟ تعال الصوت على اخره. وهتيجي على البكره الثانيه تغير المحطات ونشوف الاشاره عامله ازاي. قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. صدق الله العظيم. طبعا انتوا سمعتوا الصوت عامل ازاي، وطبعا الاريال هو يا جماعه مش مفتوح. طبعا لو انت في مكان اشارته ضعيفه الاريال ده برضو هيساعدك كويس. وشكله جميل جدا اهو، والراديو بيجيب اشاره من تحت الارض. طبعا هيشغل لك اذاعه القران وكل محطات الاي ام والاف ام. اذاعه القران طبعا موجود على الاي ام وموجود على الاف ام. يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. طبعا لو خدنا بالنا في بكره جوه هنا، وهنا مكتوب الاف ام، يعني ده اسامي المحطات الاف ام وده الاي ام وده الاس دبليو. تمام، فاحنا دلوقتي مثلا على الاي ام فهحرك، بص البكره تتحرك معايا اهي. انا طبعا بحرك من البكره دي بس، ده الصوت لو انا حبيت اوطي شويه. لو حبيت اجيب الاف ام هعمل كده. جهة ليبيريا وديا وكيروش يطالب اللاعب. قولي ده حتى يعني حتى من حضرتك يعني المجاملات الفجه اللي كنا شفناها مع الكابتن شوقي غريب في تعيينه اشتري.
الشاب الجميل يكون بدوري ده ايضا يعني المحطه ببساطه واضح على فكره وجميل. يمكن الملحوظه الجميله هي فيما يتعلق بالتعامل واستقبال الطلبه الجدد اللي خلاص دخلوا الاستعداد للعام الجامعي بس الناس اللي بتقول لك انت موصل حاجه ده اف ام فعلا اهو مش موصلين لا كارت مور ولا اي حاجه دي المحطات حاليا فيما يتعلق بالتقديم او فيما يتعلق حتى بتلقي لقاح كورونا ولا الاجنبي. ترعاية معالي رئيس مجلس الوزراء بمشاركة كبرى الشركات في مختلف القطاعات الغذائية والاجهزة الكهربائية. صوته طبعا جميل جدا وطبعا مع الليد ده مدي يعني الشكل القديم طبعا ومع الليد ده الشكل اللي هو الحديث يحسك برضو ان دي حاجة جديدة وحاجة حديثة. تعال نجرب مع بعض كارت الميموري سواء حطيناه هنا او فلاشة. يعني انت لو معاك ريدر زي كده مثلا وفي كارت ميموري توصله. لو معاك فلاشة عليها الاغاني اللي انت عايزها او عليها القرآن اللي انت عايزه توصلها على طول هتشتغل. ولو معاك الكارت بس زي كده مثلا هتوصله في مكان الكارت. يعني مسهل عليك كل حاجة. تعال نجرب مع بعض الفلاشة الاول نشوف الصوت هيبقى عامل ازاي. موصل الفلاشة عادي جدا زي ما بوصلها في كمبيوتر بالشكل ده كده. وبنيجي على الراديو هنلاقي كلمة ميوزك زي ما قلنا هنجيبها كده. يعني اول تكة ميوزك بعد كده اف ام بعد كده اي ام بعد كده اس دبليو. خلينا في الميوزك لو هنشغل سواء كارت ميموري تحت هنا او فلاشة. بعد كده بنشغل الجهاز عادي بيشتغل طبعا تلقائي. لو حبيت اوقف حبيت اشغل كده هو شغال من الفلاشة اهي نورت معانا. وقفت الاغنية اللي بعد كده انا لو حبيت ان انا اسرع الاغنيه وهي شغاله ايه هعمل ايه هضغط دقه طويله على كده بص بيسرعها معايا. لو حبيت اقلب اللي بعدها واللي قبلها برضه نفس الكلام عادي. ده كده على الفلاشه شغل الميوزك اللي انت عايزها مش بس راديو. طيب لو معاك كارت ميموري زي كده تعال نوصل كارت الميموري دايركت على طول في الراديو وهيشتغل معانا على طول. تفاصيله سهله جدا. الشريحه اللي فيها النحاس دي بتبقى ناحيه بره كده وبيبقى بالشكل ده كده اهو نوصل كده اشتغل على طول. برضه بتحكم في الميديا برضه نفس الكلام. الراديو بيجي معاه حاجه جميله جدا وهي العلقه دي عشان تشيله منها. تعال نشوفها مع بعض ونشوف الكواليتي بتاعتها. هنا جلد شكلها جميل جدا وفيها لزق اهي. ده كده العليا بتاعته توصلها فيه. كمان ديت عشان خاطر لو انت هتشيله على كتفك او اي حاجه او تمسكه في ايديك ما تحسش يعني دي ما توجعكش. دي كده جلد كويسه جدا وملمسها كويس. تعال نوصلها ونشوف شكلها. انا كده وصلت الوصله بتاعته ووصلتها سهله جدا. بيبقوا اتنين كمان عشان خاطر الراديو يعني وزنه مش تقيل ولا قليل وزنه وسط حلو جدا اهو وصلتها وطولها حلو جدا. تعال اقول لك مقاسها قد ايه 50 سنتي تعال نجرب مع بعض الكشاف وما تستهونش باللمبه الصغيره دي. تعال نشوف ضيتها عامله ازاي ونجربها ونطفي النور ونشوف الاضاءه بتبقى عامله ازاي. كده المفروض ان انا طفيت كل الاضاءات اللي موجوده ومفيش اي اضاءه شغاله. دي كده اضاءه اللمبه منوره كويس. هنا انا جيت في مكان ضلمه خالص عشان نجرب الكشاف بتاع الراديو. ده كده الكشاف ودي اضاءته حلوه جدا واضاءه واضحه. في نهاية الفيديو الراديو محترم جدا وللناس اللي حابة الشكل التراثي القديم وكمان بيشتغل بالكهرباء وبيشتغل ببطاريات وبيشتغل بأدابتر بيجيب إشارة من تحت الأرض. كمان في كشاف وممكن تشغل كارت ميموري أو فلاشة. كل المميزات دي بأقل سعر في مصر موجود على موقع كازين.com. رابط الشراء أسفل الفيديو تحت في التعليقات والتجربة قبل الاستلام. ولو وصلت لنهاية الفيديو وبتطلب من عن طريق موقع أوكازيون اكتب إن أنت من مشتركين القناة عشان تجيلك هدية قيمة من موقع أوكازيون. Thank you.
Thank you.